من أنا وصغيرة بيت محفوظ بمسابقة ملكات الجمال وأربح وفوت بهيدا المجال، وهالشي صار وكنت أنا بتاني سنة لإلي بالماسترز ديجري تبعي، ودغري قررت إنه ما اشتغل شي خاصه بالماسترز تبعي اللي هي فاينانس وماركتينج، وكفي بالشي اللي أنا بحبه. وكتير مبسوطة أنه كفيت بالشي اللي أنا بحبه، لأنه الواحد ما بيبرع وبيكون شاطر بشغله إلا إذا عن جد بيحبه وعنده شغف لإله. وهيدي هلأ أول تجربة تلفزيونية لإلي من بعد المسابقة، وكتير مبسوطة فيها.